محمد الطيبين الطاهرين لكل الثورات التي نعاصرها اليوم. في تلك الثورات التي سمعنا عنها فملكت قلوبنا وألبابنا، بل في أقدم الثورات وأطهرها في ثورة الحسين عليه السلام، بل في مختلف الحضارات الإنسانية كانت المرأة متصدية متصدرة محتوية لجراح وآمال ونضالات ثورتها. ولن تختلف ثورتنا عن تلك الثورات الإنسانية، لكن المرأة هنا دفعت ولا زالت تدفع ثمنا باهظا وتكلفة مرتفعة، لأنها ابنة هذه الأرض ووالدة أبناء هذه الأرض مطببتهم ومراعيتهم، لأنها القلب الحنون. وحين يريد القاتل أن يشل الحياة في جسد غريمه فلا بد أن يوقع سكينه بقلب ذلك الجسد. المرأة قلب الثورة ونبضها. لم يكفهم أن يدعوا بأن طبيباتنا محتلات للمستشفيات، لم يكفهم أن يدعوا بأن معلماتنا معطلات للمدارس، لم يكفهم بأن يدعوا أن ناشطاتنا محرضات على النظام. اليوم يدعون أن أمهات كنفيسة وريحانة إرهابيات. بأي دليل ووفق أي مسوغ سوى اعترافات انتزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي، محاولة بائسة أخرى لوأد إرادة شعب لا يمكن أن يوأد، بينما لا زال يناضل ويستذكر شهداءه ومعتقليه. لا يمكن أن يوأد شعب اختار أن يملأ الساحات ويرفض الظلم والاستبداد والطغيان. فلا تفرطوا في مواقفكم. ولأختي العزيزتان جدا نفيسة وريحانة أهدي هذه الأبيات: تحية لحرة أبية مناضلة قد حيرت بصبرها كل الطغاة قتلا، امرأة لكنها بأس يذيب بطشهم قد علمت أزلامهم كيف تقول المرجلة. تقدمت كل الصفوف لم تخف من قاتل، بل إنها بعزمها كانت تقود المرحلة. فأصبحت نساءنا في ثورة البحرين بين الميادين الجهاد أوغدت معتقلة، مجاهدات يقبعون اليوم في زنزانة. نفيسة، ريحانة، وكم تطول الأمثلة. صلوا على محمد.